نرحب بكم في هذا اللقاء على ورشة العمل اللي تمت بالتعاون بين جمعية المهندسين البحرينيين والمعهد الأسترالي لإدارة المشاريع. طبعا المعهد الأسترالي لإدارة المشاريع سوينا يعني كورسات كثيرة في الجمعية من خلال برنامج تمهيد الجروبات اللي قبل تقريبا 153 طالب أخذوا هاي الشهادة. فنعرفكم بالمعهد ونعرفكم بالشهادة. فطبعا ننتهز هذه الفرصة لنقدم السيد بول مولر المدير العام للمعهد الأسترالي إدارة المشاريع في أستراليا، وهو في زيارة قصيرة إلى المنطقة من أجل تقديم خدماتهم في هذا المجال. من خلال ورشة العمل التي سوف يقدمها بعنوان قضايا معاصرة في إدارة المشاريع، وسوف يسلط الضوء على الشهادات الاحترافية في إدارة المشاريع. وأنتم تعرفون أهمية إدارة المشاريع المشاريع الهندسية، فهي جدا مهمة لجودة العمل وتوزيع المصادر بشكل جيد وتحقيق الأرباح وفق الميزانيات الموضوعة لتنفيذ المشاريع. فالإدارة الجيدة للمشاريع تعتبر أساس لنجاح أي مشروع. فبالنسبة لكم وأنتم في بدايات حياتكم العملية، فأرجو منكم التفاعل معهم من خلال طرح أسئلتكم المختلفة والاستفادة في من هذا المجال. رحبوا معي مجددا بالسيد بول مولر من معهد إدارة المشاريع في أستراليا، ثم سوف ينتقل المايك إلى زميلي الأستاذ يوسف أمين لتقديم المتحدث اليوم السيد بول مولر. شكرا جزيلا.